شهدت ولاية وهران في السنوات الأخيرة نهضة في قطاع السكن، تمثلت في الاستفادة من مشاريع سكنية كبرى تهدف إلى الاستجابة للطلبات المتزايدة بهذا الشأن. بأربعين ألف وحدة سكنية يتصدر القطب العمراني الشهيد أحمد زابان بمسرقين لائحة أكبر البرامج السكنية بغرب البلاد. هذا المشروع الذي يتربع على مساحة تزيد عن 1400 هكتار هو بمثابة المدينة الجديدة التي تتسع لحوالي 200 ألف مواطن. صيغة عدل تمثل أكبر نسبة في هذا القطب بأزيد من 38 ألف وحدة سكنية، استلم منها ما يفوق 14 ألف وحدة سكنية، وزعت منها أزيد من 11 ألف وحدة، و2300 وحدة أخرى هي جاهزة لتسليمها إلى أصحابها، في حين ما تزال حوالي 20 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز، وأزيد من 4000 وحدة سيتم الانطلاق في إنجازها قريبا، بينما تم تخصيص 1500 مسكن من هذا القطب لصيغة الترقوي المدعم. واستجابة لتطلعات الساكنة هنا تبقى الأشغال متواصلة لتوفير التجهيزات العمومية والمرافق الضرورية التي تضمن العيش الكريم. ومن هذا القطب العمراني إلى البرامج السكنية الكبيرة الأخرى التي تعرفها وهران، حيث تعكف الولاية على إتمام برنامج السكنات الاجتماعية التي يقدر عددها ب 21 ألف وحدة مكتملة الإنجاز، منها 11 ألف وحدة ستوزع على أصحاب ملفات التنقيط بمختلف دوائر الولاية، كما ستمس أيضا المجمعات الفوضوية التي تشكل نقاطا سوداء بالمدينة، بالإضافة إلى قاطني السكن القديمة ببلدية وهران. هذه المشاريع وأخرى ما تزال أولوية الأولويات ببرنامج الحكومة الرامي لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.